السلام عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم البنات اليوم 15 و16 من رمضان، وكما كتشوفوا غبت عليكم، كان ولدي مريض وهذا الفيديو البنات كان عندي، ولكن مي مرض ليا معتمد بالسخانه، صافي ما بقيت كنشوف حتى حاجه قدامي، وكم عارفين ديما مركبه غير في ظهري وهذا. المهم الحمد لله دابا ولا شي شويه، وغنشارك البنات اول الفطور اللي غادي نبين لكم ديال الرابع عشر، سمحوا لي الخامس عشر، هو درت شويه الزبيده حتى دابت مع شويه الزعتر. هذه الطريقه كيديروها الناس ديال الشلح، كتجي زوينه البنات مع البطبط، وكتضيفي ليها العسل وكديريه للبطبط اللي كتكوني مطيبه. كما كتشوفوا حتى دابت ليا الزبده وداك الزعتر، كنزيد شويه العسل. الا بغيتوش ديروا العسل ممكن ديروا اي الزبده والزعتر، كتجي غزاله. انا الزوج ديالي بغى العسل، وكديروا داك البطبط. هنا البنات صايبت البيتزا، يعني شاركت معكم، دائما كنشارك معكم بيتزا، وهذا هو الفطور ديالي. ديك الكيكه اللي كانت بقات ليا منها، اصلا حنا ما وكانيش صراحه، ما كان واخا الكيكه كان صايبوها كتبقى لينا وصافي. وهنا صافي كما كتشوفوا ديك البطبوط اللي دارته بالعسل والزبده والزعتر، البنات كتجي لذيذه لذيذه بزاف مع اتاي، ولكن خاصه الاخر لحظه حتى يقرب يودن عاد ديروها. من بعد البنات ديت، كانت اختي فاطره معايا، اختي سلطانه ولدي معتمد، كيلعبوا هكذا، دوزناهم من البحر غير شي شويه، كان صراحه البرد ما وقفتهمش بزاف في البحر. غير ولدي كان مشى في البحر، قال لك نهبط للبحر نهبط للبحر. هنا داه الالعاب اللي كاينين في سله، حدا سله المدينه باب مريصه، صافي ديناهم شي شويه هكذا لعبوا بجوج وصافي، ولعبوا شي شويه وطلع معتمد ركب في واحد الطوموبيل ما صورتهاش لكم. واختي صافي ضاخت ما بغاش تلعب، صافي بقينا جالسين شويه، راك عارفين الدراري شرينا لهم الكليه وهكذا، واي الفوشار يعني كاين الناس اللي غادي يفهموا هذه الكلمه وصافي. وتسارينا شي شويه، مي دارت هذيك جويه 11 ونص، صافي مشينا للدار باش نطيب عشايا ومعتمد يبدل حالته وينعس. كما كتشوفوا البنات اليوم الموالي، بطبيعه الحال اختي سلطانه ما باتش معايا، كانت باقا ما شدتش العطله. هنا البنات اليوم الموالي اللي غندير لكم في الفطور، غندير الكبده بطبط معمر بالكبده. اول حاجه البنات فهاد الكبده الا بغيتيكم تجيكم بحال ديال البقريه، يعني صراحه كل واحد والمذاق ديالو، ولكن باش ما كتجيش مي كتجيو تاكلوها كتجي بحال معجنه في المذاق. راكو عارفين الكبده ديال الدجاج، انا صراحه كتعجبني الكبده ديال بيبي، كيجيبها واحد السيد كيبيعها، كتكون صراحه صاينه، عرفتي كيفاش صاينه، كتكون شاده راسها. اول حاجه سمحوا لي البنات، كندير الزيت وكندير الحامض. حاجه وحده باقا ناقصاني هي ديك العصاره الصغيره اللي كتعصر الحامض، باقا ما عنديش ان شاء الله حتى يدوز رمضان. ما عرف مالي البنات حجبت في رمضان، ما كنخرجش ابدا، واش كنخرج نتقدى؟ جاني واحد العياء ما عرفتش، اول مره كنمرض في رمضان. هنا كما كتشوفوا البنات درت الزيت والحامض بطبيعه الحال باش ما طرطقتش ليا، وباش تحيد منا ديك الزفوريه. راكم تعرفوا ديك الريحه ديال الكبده تتكون ديال الدجاج، ماشي بحال، المهم ماشي صراحه هي لذيذه بزاف. انا قلت لكم الطريقه ديال السلاويين باش تقليو هاد الكبده. اول حاجه البنات غادي تحيدوا ديك العريقات كاملين، انا باش عجبتني الكبده شراها راجلي ما فيها لا قلب لا حتى شي حاجه. صافي اول حاجه البنات كتحيدوا ديك الخيوطه وهذا، انا هادي راه خليتها لكم باش تشوفوا كيفاش حيدت لهاد الخيوطه، وكتقلبوا لا فيها شي عريقات وهذا، طبيعة الحال تغسلوها مزيان وصافي، وكديروها تقلى في داك الزيت والحامض بحال غادي تشحروها. في الا كانت عندكم هذيك المقله اللي كتشوي وعرفتوها اللي كتكون مربع، ممكن ديروا غير قطيره الزيت وديروا، انا ما عنديش ميمكنش غادي نحرق سمحوا لي المقله ديال الطيفون غادي نحرقها، يعني الا درت ليها ناشفه غنحرقها. هنا صافي البنات غادي ندير لها الزيت، غادي بحال غادي نشويها تحمر ليا من الجوانب، غادي ندير لها بحال الطريقه ديال البقري، ومن بعد عاد نمشي نقطعها وعاد نطيبها عاوتاني. كتجي البنات الصراحه لذيذه لذيذه، وهالطريقة الطريقه صراحه دائما كنديرها، كتجيني حتى فين كيجيو ياكلوها في البطبط كتجي واقفه ديك الكبده. صافي هذه هي الطريقه ديالي. صافي ما ديوش على داكشي اللي حدايا معتمد، دايره ليه درت ليه الناموسيه ديالو في الكوزينه باش نبقى حاضيه، حيت راكو عارفين في رمضان تنبقى مصايب الفطور، خاصني ضروري نرد ليه البال، راكو عارفين الصيام وبدا تيسها وهذا وكنخاف عليه،
فجبت لي زعما كاين حدايا وتكيتو، ساعه خرج من ناموسيه تيلعب صافي. هنا البنات درت واحد البصله فيها المقيله، فيها شويه ديال البصله، سكينجبير، الملحه، البزار، التحميره، شويه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نشحر هاد البصيله ديالي مزيان. ومليحه صافي. دابا درت شويه ديال التحميره، الفلفل الاحمر صافي، وغادي نخلي ديك البصله حتى تقرب تدبل ليا، وعاد نزيد عليها ديك الكبيده. هانتوما كتشوفوا كيما مقليت ديك الكبده، خرج منها داك الدم كامل. انا داكشي علاش قليت هذيك القليه، باش تحيد من هذاك، واخا صراحه داك الدم راه يعني تيكون الكبده مزيان تاكلوها هكداك مفيده، ولكن كما قلت لكم هاد الخبيزات معمرين باش ما يجيش بحال هكذا، يجيو لعب من الكبده معجنه هكذاك. هاد الطريقه قلت لكم كتجي بحال البقر. هنا البنات غادي نجيب شويه الكمون، شويه ديال التحميره، غادي نشرملها بحال الشرموله ديال الكبده ديال الغنمي او البقري. وغادي نجيب واحد الفصة ديال الثوم، غادي نحكها. انا البنات كنخدم فوق الثلاجه، جاتني ساهله بحال هكذا نخدم، وكما كتشوفوا دايره لها فوق منها زاجه باش ما توسخش ليا. صافي هنايا غادي نشرمل هاد الكبده هادي، وغادي نضيفها على ديك المقيله اللي فيها البصله. هاد المراحل البنات قلت لكم البنات كيجيو بحال الكبده ديال الغنمي او البقري، كتجي لذيذه. هنا البنات غادي نزيد واحد ربع كاس ديال الماء، وغادي نخليها طيب. غادي نمشي باش نطلق البطبوط ديالي. هنا البنات شهيته مربع، كنت درت واحد المره مربع وما شاركتوش معكم، فهاد المره قلت نشاركو معكم. صراحه جا زويون المربع، المره الجايه ان شاء الله نديرو لكم على شكل ساندويشات، كيجي زويون. صافي غادي نطلق هاد البطبوط، وغادي نقطع. الا كان عندكم شي قطعه مربع، انا هادي صراحه جاتني ساهله قطعت بها، وليت كنجيب الافكار من راسي صراحه، وليت ذكيه صافي. وتنقطع حتى العجينه اللي كان العجينه البنات كتجي زوينه، كندير فيها زلافه ديال سبيسيال ونص زلافه ديال فورس ومليحه والماء دافي، وكنجمع العجينه. راه كنت شاركت معكم ديك النهار بالضبط صافي، وكمي كنقطعها بحال هكذا. هانتوما كتشوفوا بغيتوا الحجم صغير ولا كبير. البنات البطبوط اللي عمرت بطبيعه الحال ماشي كلهم غادي نعمرهم، كنت غادي نحتفظ بهم في المجمد، ولكن صدقت كاع ما حتفظت بهم. كما كتشوفوا البنات البطبوط خاص ضروري تبقاو كل مره تحركوا تقلبوهم، الا قلبتوهم حتى طابوا ما كيتنفخوش، خاصكم كل مره تقلبوهم، باقي ما طابوش تقلبوهم. راه نتوما كتشوفوا كيفاش تنفخات، شفتوها اختي هنايا، اختي ايه كانت فتره معايا، شوفوا راه مخلوعه من النقله، قالت لك انا اللي نحضيهم لكم، زعما انا اللي نحضي باش نقلب لك، ساعه مخلوعه من السخونيه. صافي البنات هما البطبوط ديالي طاب، دابا غادي نعمرهم بديك الكبيده اللي شرملت واللي طيبت معاكم. وهما البنات اللي شاركت معاكم هذا البطبوط اللي بالكبده، المهم شاركت معاكم حاجه واحده مهم. وصافي ودرت هنايا الشباكيه والتمر وهذوك البطبوط اللي معمر. صافي هادشي اللي كنت معوله على الفطور يعني صافي، وما درتش البطبوط
حيت كانوا عندي شي وحدين خليتهم في المجمد العشاء، فما درتش البطبوط اللي غادي ناكلو معاها في الفطور. ففي الاخر جات واحد كما كتشوف البنات، صدقت جبدت هذاك الخبز البطبوط اللي كنت مصايبه غنخبيه في المجمد، جبدته باش ناكلو مع الكفيته، لان في اخر لحظه جاب معاه راجلي الكفيته ديال الحوت وصافي، كي كتبع مشويه كتعجبو وصافي، وحطيت هذاك البطبوط والحريره والعصير واتي، راكو عارفين شي كامل اللي كنحطو جميع المغاربه. وكنقول لكم هنا البنات بالسلامه عليكم، وما تنساوش لي لايك.